ده مد الجذور في الارض يجي من 300 سنه، وبعدين ده لا زلزال يحوق فيه ولو حتى جبل وقع عليه. بس انا شايفه مايل شويه. لا يا باشا لا مؤاخذه، ده هي دي الهنجسه بتاعته، يعني هو كده لا مؤاخذه قايم على عدله. على عدله اه، امال ايه الخشبتين دول؟ دول اللي ساندينه يا باشا. اتفضلوا اتفضل يا باشا، اتفضل يا كبير، اتفضلوا يا رجاله، اتفضل يا كبير، اتفضل. البيت نور يا كبير، يا دي النور يا دي النور، البيت نور والله. اتفضل يا اما الكبير جانا يا اما، اتفضل يا كبير، يا دي النور يا دي النور، اتفضل يا باشا، يا دي النور يا دي النور، والله انت عايز زفه، يا دي النور يا باشا يا دي النور. البيت بيقع، البيت بيقع. لا 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 اوعى مهندس، البيت عصير ومتين. ده يا باشا الشاب ماله كسكان في نفسه كده ليه؟ يا عيال خايبه يا راجل، عيال خايبه. في حد يخاف من بيت بيقع برضه؟ الله معقول؟ ها؟ لا طبعا. يلا بينا بقى، اتفضل يا حبيبي. يلا اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل يا باشا، اتفضل يا كبير. نورت الدواب حالها. يا اهلا يا اهلا، اتفضل. اتفضل فين؟ اتفضل في البيت يا باشا، البيت بيتك. معلش يعني هو شويه مش قد المقام يعني. يا راجل ما تقولش كده عيب، هو ده بيت اصلا؟ اتفضل يا كبير، روح السينما يا كبير. اتفضل 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 يا كبير. ازيك يا ابو حديد؟ يا باشا يا والله الوحيد اللي كان بيناديني فيها. عارفين يا رجاله احلى ايام حياتي، والله العظيم احلى ايام حياتي قضيتها مع الكبير. فاكر سعادتك ايام السجن الانفرادي؟ يا باشا يا باشا منور والله. رومانسي قوي يا عبد الجليل، احلى ايامه في السجن الانفرادي. امال ايامه دلوقتي شكلها ايه؟ عبد الجليل يا شباب كان في السجن الانفرادي دايما، وكان بيهرب منه. ازاي بقى؟ كان بينشر الحديد بتاع شباك الزنزانه ويهرب منه. محاولة هروب 16 مرة، عشان كده مسميينه بحديد. ما شاء الله، دي حاجة حلوة قوي. انت لازم يا ابني تتحط في موسوعة جينيس. ايه غلس دي يا باشا؟ جينيس بيقول ياد غلس. ياد بقول جينيس يا لك. خلاص صلى على النبي، صلى على النبي، خلاص صلى على النبي، صلى على النبي. معلش ما انت محدش طايقك كده. قول لي كنت بتعملها ازاي دي يا عبد؟ بص يا باشمهندس، الحديد لا مؤاخذة قاسي قاسي، ما ينفعش ايه تشد معاه، ما ينفعش تعند معاه، لازم كده لا مؤاخذه ايه تاخده بالحنيه وبالمسايسه كده، ها يدوب معاك حبه حبه. الله، ده بيقول حكم يا باشا. بيقول حكم. ودلوقتي بتشتغل ايه يا عبد الجليل؟ منظم وقفات احتكاكيه ومعتصمات. نعم. منظم وقفات احتكاكيه ومعتصمات ومظاهرات وماتشات وكده. انا كبير مشجعي انفي. مش معنى انفي يا منظم، عشان فلوسه حلوه. هو قفل منه، انا مش طايقه. طب اسمع عبد الجليل، انا عايزك في الشغل. امرني يا كبير. المكان هنا امان؟ امان الامان يا كبير. طيب شوف عبد الجليل. على مهلك يا راجل، صوت ده جايب اخر الحاره يا متعه. اهمد يا راجل اهمد. ملعون ابو ام الحاره على اللي فيها، اللي مش عاجبه يحط برطوشه فوقه ويتنيل يتساب. امان الامان هنا. ده الناس قاعدين معانا، ما تيجي نروح حته تانيه نعرف نتكلم فيها. لا مؤاخذه كبير. جرى يا ولاد يا ام ثابت، ما تخلي الراجل القفه ده يقفل الشباك ويقطم خالص. الدنيا حر، هي ناقصاك يا عبد الجليل. حر؟ هو انت شفت حر؟ ده انا هولع فيك بجاز واخليها لك جهنم. هما فاكرينك منظم احتجاجات ولا انت منظم حاجه تانيه؟ لا مؤاخذة بس يا راجل يا اوف، عيب عليك، ما تقفل بدل ما اجي لك يا ده مسعد. استنى بس استنى يا اخ مسعد، براحتك يعني، ما فيهاش اي حاجه، بس على مهلك شويه لان البيت قايل للسقوط. تتحمي حمقى من دول نلاقي نفسنا تحت الانقاض في ثانيه. الله عليك يا باشا، ربنا يعلي مراتبك. دايما دايما حاسس بالبشريه والله. يا جماعه مسعد معذور، اصل حته البلد دي يا باشا بيبقى لها طعم تاني خالص. ايه ده؟ يلا يا نروح مطرح. لا صحيح، ايه ده؟ يلا يا ولد روح بلاش غلبه. شوف يا عبد الجليل. هو تأثير مسعد وصل لغايه هنا الظاهر. لا يا باشا، دي أمي ست الحبايب. أمي مين؟ أمي يا باشا.
يامك هي اللي مع مسعد؟ لا يا باشا، دي الولاية مسابت، أم أنا بقى اللي لمؤاخصة تحت منك على الكنبة. أم مين؟ أم عبد الجليل. أنهي كنبة؟ الكنبة اللي حضرتك قاعد عليها، أم لمؤاخصة تحت منك. أمك تحت مني أنا؟ أيوة يا فندم. الكنبة؟ أنا آسف جدا. لا يا باشا، وربنا المعبود ما أنت قايم، ما تقومش يا باشا، خليك قاعد وخد راحتك كده وراح راحتك. الله، دي زي أمك بالظبط. بص يا باشا، أنا هسلتها لمؤاخصة عشان خاطر تعمل لنا طقم شاي. أما تسلت مين؟ أما خليها مستريحة، ربنا يخليها لك. وده إيه ده؟ اصل امي مره مكافحه يا باشا، امي مره مكافحه وتعبانه وليه اصليه. انت عارف يا باشا، الناس بتوع التلفزيون دول لو شافوها هيدوها حج وعمره ورحله المارينا، هيعملوا حاجات. بس احنا نوصل بقى لمين بقى هناك في التلفزيون؟ انت عارف بقى دنيا تانيه. انت عارف يا باشا، لولا الست ديت كنت انا واخواتي الاربعه ضعنا. بس هي لما اخذت قعدت علينا ذكر ذكر قعدت علينا. يعني ربتنا وكبرتنا، امال ايه، لغايه ما بقينا رجاله انا واخواتي الاربعه. واخواتك الاربعه فين دلوقتي؟ في السجن يا باشا. واحد هجام، والتاني فتاح خزن، والتالت بتاع شقق، والرابع مظلوم يا باشا. انا بقول النبي يا ناجي، نلحق نخش في الموضوع قبل ما البيت يقع. شوف عبد الجليل. ايوه يا باشا، احنا هنسرق بنك. الله اكبر، الله اكبر. يا دعاك اللي جاب ياما، يا دعاك اللي جاب ياما، يا دي مسعد. انا عايز اقول له ان امي دعاها جاب يا باشا. البنك ده في اسرائيل، ان شاء الله يكون في ميدان لبنان. هنروح طالما فلوسه صاحيه يا باشا. ما طالما بص، هنشقلطه ونجيبه ونخلصه. امال ايه الفاتحه يا باشا، ان ربنا يوفقنا. شاف الناس، هي كلمة ورد غطاها، مش أسئلة وغلبة وقلب الدماغ. آمين. بقول لك يا باشا، لما أخصى كده أنا كنت عايز سلفة تحت الحساب لغاية ما ربنا ويكرمنا يعني، ونهبق على البنك ونشطب عليه تماما. بس السلفة دي مهمة قوي. ليه بقى يا باشا؟ عشان أنا الولا عشة بتاع القهوة عليها ليه 16 جنيه، فبصراحة منظري كده بقى في الحتة مش نضيف شوية يعني. معلش بس كنا بنتقل عليك يعني. وأنا بقول الحاجة الساعة ما جاتش ليه؟ روح يا بقى. يا مجنون يا ابن الغسالة، يا مجنون يا ابن الغسالة. هو مش الدكتور قال لك أمك عندها كشكشة في العظام؟ تقوم تقعد عليا. مش كده يا ماما، مش كده رجالة يا ماما، مش كده، مش كده. مساء الخير يا حبيبي. مساء النور يا اخويا، والنبي اخويا الواد عبد الجليل ده طيب. ده عبد الجليل امير وشيلني من على الارض شيء. لو خدتوه هتجهولي قفاش بريق، وانا ما حلتش غيره. هو اللي بيشدني وبيوديني ويجيبني. بتحلم ولا حاجه؟ معلش يا باشا، معلش، اصل الحكومه دايما. ياما مش دول، ياما مش دول الحكومه. ياما ده نجي بيها طله اللي انا قلت لك عليها. وليا ادعينا بقى كده دعوتين حلوين. يلا ياما ادعي لنا. ها ادعي لنا دعوتين، ربنا يوفقنا في المصلحه اللي احنا رايحينها. غريقه غريقه، وانا حد عيلكم. ادعي لنا يلا، يلا ادعي لنا. الهي ينصركم على مين يعاديكم. امين. الهي وانت جاهي وفقكم وتروحوا وترجعوا بالسلام. امين. الهي يجعل لكم في كل خطوه سلامه. امين. الهي يكسيكم ما يعريكم. امين. يا باشا، بقولك يا باشا،